الرقية تنقسم إلى قسمين. رقية ذو قسمين هلا. رقية شرعية. رقية شرعية. ورقية شركية. رقية شركية. الرقية الشرعية لابد أن يتوفر فيها شروط ثلاثة. رقية شرعية يريسي شرط ذهب. الشرط الأول. شرط يكي. أن تكون الرقية بالقرآن. شرط يكي قري رقيته يعني قرآن خواندنا تا قرآن بابا. كان يقرأ الفاتحة مثلا. مثلا تشوف فاتحة بخوني. أو بالسنة. ياد داجي السنة تبا. كان يقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ياد داجي تبي دعاء شيخ خان تبي دعاء بخوني. نعم. أو أن يدعو بأسماء الله وصفاته يقول يا رحمن ارحمني. بس ما ويس سياجي هل دي داك خلوص كي أسماء وصفات رب العالمين بأخرى دعابكي تبجي هي هاي خداني الرحمة الرحمة خمكي هاي خداني شفعاتي شفعاتي مرد شمي. الثاني أن تكون الرقية باللغة العربية. يادو داجي تقاري رقية زماني عربي با. لا يوجد رقية باللغة الكردية. مثلا رقية شرعية زماني كردي با نجايزة. كذلك لابد أن نسمع ما يقول ونفهم، يعني لا يتمتم يقول هكذا. ياداج أمقري بزن منكي أو إنسانات شد بجا بلا بلا دبيبانا أمقري فعن بكنكي أو إنسانات شد خونة شد سوري دخونة. وأن نعتقد أن الرقية سبب وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. اعتقاد ماذا جيقري هذا كي أن بزن منكي رقية شرعية أو السبب أما شفاء قرشك راستين أو دفتك رب العالمين. توفرت هذه الشروط كانت رقية شرعية، اختل شيء فهي رقية شركية. هركي أف شرطنا رقية ده هذا دينك أو رقية شرعية شريعة ده جائزة أما أف شرطنا يكتدى تنبه أو رقية شركية أو ناجيدة مش قريش جوا برا.